بنات السلام عليكم احبابكم كاملين على ما يدخلوا المشاهدين باش نبداو اللايف ان شاء الله. اللي ميكنا عليكم شي شويه في اللايف ولكن ما تعطلنا، احتاجنا لكم الهميزات اللي زوينين، شي حاجه واعره. البنات اللي دخلت بارطاجي معنا اللايف كيف ديما، حنا كم معكم زكريا من مجوهرات غزه عند زكريا اللي كانت واجده في مدينه ازر نواحي الاطلس المتوسط، كنبيعوا خلاص الذهب 18 كاره وكنديروا الارسال مجاني في مكتب المغرب. ما عليك انت غير تشوف الارتيكل اللي يعجبك وتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب. نمره الواتساب البنات واقيلا ديجا مبانك ليا تحتيه 0 21 24 02 49. نحاول نبانك لكم النمره. اليوم جبنا لكم ميزات ان شاء الله في الجديد وفي القديم، شي حاجه غزاله. اللي دخلت بارطاجي معنا اللايف تبارك الله النمرة 13. سلام زكريا، هادشي زوين بزاف بالتوفيق يا ربي. ندى اختي شكرا لاختك. البنات حاولوا اللي دخلت تبارطاجي معنا اللايف باش نبداو لكم ان شاء الله اللايف ديال اليوم ان شاء الله اللي مليء بالميزات وبمناسبه البنات. البنات بمناسبه رمضان ان شاء الله، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه. راه كاينه بونسونتاج ديال 10% ناقصه في اي ارتيكل عجبك، غتكون ناقصه لك 10% فيه. يسعد مساء الخير، نقراو شويه لي كومونتير ديالكم البنات. فاتحه اختي ليختيك، يلا البنات اللي دخلت بارطاجي معنا اللايف، حاول توصل 50 المشاهده باش نبدا لكم ان شاء الله لي زارتيكل. وخليولي في لي كومونتير باش بغيتو نبدا لكم اللايف، واش بغيتو بالخواتم بالسناس الحوالق. عارف راسنا كنميكو عليكم شي شويه ولكن الوقت ما كيساعدناش، كنحاولوا نبعدو شي شويه ولكن كنجيو نجيبو معنا الجديد، ما كنجيوش بيدينا خاوين. يلا عطونا البارطاج، قال لي كيشوف معنا يعطينا البارطاج. على السلامة اخويا، الله يسلمك ويجيك خويا اللي لختك. يلا اللي بغات شي حاجة تخليها لي في الكومنتير باش ندوز على مضمة غزالة. شحال الثمن اختي ندى؟ هادي غتكون ان شاء الله، هادي تكون في اخر لايف الثمن ديالها اللي الثمن جد جد مناسب، وغي كاينه ميزة ديال اليوم ان شاء الله. مضمة غزالة اختي، ندوز لك عليها على ما يدخلوا المشاهدين. شوفي مضمة جاية بخدمة بحجيرات خضر ملكي وبالروزة، هاي شي حاجة واعرة دايرة كاملة هكاك. ورينا سناس الحضور في حدود 5000 درهم، ختي سناس الحضور 5000 درهم ما تجيب لك شي حاجة اللي زوينة. سناس الحضور شي حاجة زوينة راه خصك من 7500 درهم للفوق، حيت السناس راه كتلعب دور كبير، خصها تكون شي حاجة اللي كبيرة. الدبليج ختي لامية مرحبا، مرحبا. يلا البنات غير بارطاجيو معنا وان شاء الله اي وحدة غنوريكم كاع لي زارتيكل غنوريهم لكم ان شاء الله. عطوني غير البارطاج وانا معكم ان شاء الله. يلا زيدوا شويه بارطاجيو. مساء الخير خديجه، مرحبا اختي. مساء النور ندى، مرحبا بك اختي. وحنا اختي الدور ديالنا ان ننصحوا الكليان باش ما ياخذ شي حاجه اللي ندم عليها. شي رادكو موجود اختي، الرادكو بالنسبه للرادكو البنات ها هو الرادكو راه موجود. الرادكو اليوم ان شاء الله درنا له ثمن جد مناسب، ودرنا حسبنا له اليوم نقصنا فيه 10 درهم في الجرام، حسبنا له 420 درهم للجرام. غزاله المضمه شكرا اختي لاختك، ما شاء الله دخلت مع هذا الخير. خديجه مرحبا بك. يلا البنات حاول كل واحد تبارطاجي عندنا في الجروب والاخر وتصيفط كاع اللايف ديالنا الاصدقاء ديالها. الدبالج مرحبا اختي، كاينين شي حاجه اللي غزاله. الرادكو في حدود 5000 درهم، شحال فيها من غرام اختي؟ غديري الثمن 5000 درهم مقسومه على 420 درهم للغرام، غتعطيك اختي 11.9، تقولي 12 غرام غتكون فيها اختي. اللي يقول شي حاجه زوينه والخواتم فيهم لعيبات خارجين ومدورين، الخميسه مدليه. ايمان اختي مرحبا، بالنسبه اللي يقول اختي ايمان راه كاين، بالنسبه اللي يقول راه كاينين. واش كتهضري لي على اللي يقول بحال هكا؟ راه كاينين. الا كتهضري لي على هادو ديال اللي يقول راه موجودين ان شاء الله. خاتم جاكوار خديت من عندك بوندونتي في الحلقات، خاصني غير الخاتم باش نكمل لونسوم. مرحبا اختي انا غنشوف لك ان شاء الله. شكرا بزاف على النصيحه اختي اكرام، مرحبا. هذا واجب اختي، حنا ما هنا غير ننصحوك. يلا مرحبا، نبداو لكم البنات، حاولت نبدا لكم ان شاء الله اليوم، نحاول لكم نبدا لكم بليزونسوم اليوم اللي جبت لكم ديزونسوم اللي فنين. غنبدا لكم بهذا لونسومبل هذا اللي خطير، هذا عاد جا البنات ما يقارب سيمانه باش بان هذا لونسومبل، هذا شي حاجه اللي واعره، شي حاجه فنه الصح والعمل. هانتوما شوفوا لونسومبل، خليو لي في لي كومونتير كيف جاكم هذا لونسومبل هذا. غنبغي البنات التعاليق ديالكم في هذا اللايف، غنبغي التعاليق ديالكم على اي ارتيكل دوس الا كان ممكن باش نعرف لي زارتيكل اللي كيعجبوكم بزاف. شوفوا على اونسومبل شحال غزال، شوف اونسومبل فنه البنات هذا، شي حاجه واعره، داير 9700 درهم هذا.
نحاول نعطيكم مسطره باش نعطيكم الاخبار البراسلي. هذا ديال 9700 درهم، 970 الاورو. هذا شوف فيه بوندونتي فنه، هانتوما كتشوفوا فيه براسلي غزال كامل منقوش داير. هانتوما براسلي ديالو كامل داير هكا، حويليقات كي كتشوفوا هذا كامل كيطيح ب 9700 درهم. بغيتي غير جوج حبات منه راه نبيعوك، بغيتي مثلا البراسلي والخاتم ولا الحلقات والتعليقه ممكن، ممكن المهم يتفرق، ولكن جوج حبات الفوق. هانتو نتمنى الصوره تكون واضحه مع الصوت، كان تعطلوا عليكم شويه في اللايف ولكن كتكون ظروف ما كنغيبوش هكا. كانت هذا داير 9700 درهم وفن لختيك زوين. شكرا اختي لي كومونتير. السلام ليلى، السلام اختي، مرحبا بك. طوانغ ليبول اختي، طوانغ ليبول كاين ديال دوره وكاين ديال جوج، مرحبا. ما حد اللايف مازال ما طلعش في المشاهده البنات، خليو لي في الكومونتير باش بغيتو باش نكمل لكم اللايف ان شاء الله في داكشي اللي عجبكم. هذا داير 9700 درهم، هي 194000 ريال، هي بالاورو 970 اورو. شوف على اونسومبل غزال كيدير لاباس اختي ليلى، لي لختيك لي طول عمرك. هانتوما شوفوا هاد لونسومبل، غنوريكم اليوم اونسومبلات اللي دايرين طوندونس المغربي او بونسونتاج ديال 10% كتخفيض عمر بالسلسله كتخفيض ديال رمضان ان شاء الله. وان شاء الله ما غاديش نغيب عليكم في رمضان، غادي يكونوا دي برومو غزالين في رمضان، وغادي يكونوا دي لي لايف تقريبا نهار ونهار لا. هانتوما هذا 9000 صراحه سلعتك زوينه والتعامل طوب اختي جنان. شكرا على هذا الكومونتير ولا لختك زوين، مباركه على لختك اختي. الردكو ديال اليد اختي صالحه، واش بغيتي سامبل ولا كي داير؟ الردكو راه موجود، بغيتي سامبل راه عندي واحد بازال لي واحد. هذا 9700 درهم البنات، 970 الاورو اونسومبل غزال. سمحوا لي ما عطيتكمش العبارد البراسلي، بالنسبه للعبارد البراسلي البنات راه كيكون ستوندار. العبارد البراسلي راه فيه 5.6 5.6 قياس شي شويه صغير، سمحوا لي. هانتوم يلا اللي عجبو يسكريني ومرحبا. السلام الله يسخر، شكرا اختي. رجاء تهز ها نحيد لكم هذا لونسومبل. كاين هذا ليفيس البنات عاوتاني، ها هو الناس اللي كتحماق على ليفيس، الناس اللي كتبغي طوندونس المغربي، اللي كتبغي شي حاجه روميه خفيفه للدوام. سمحوا لي نحل لكم شويه السلسله ديالو. شوف هاد السلسله راه تقلات هنا، كيف كتشوفوا الخاتم داير كامل فيس، شي حاجه رقيقه وني صحيحه عامر ماشي خاوي. انا نوريكم الخاتم ديالو البنات بالتوفيق. شكرا اختي الرادكو دلويد، مرحبا اختي الرادكو دلويد، راه موجود اختي ابتداء من 3200 درهم للفوق. ها انتما 9000 درهم هذا بالسلسله، هذا زيد السلسله فيها البنات، هذا السلسله فيه زيد السلسله ديال الكورميت ديال 9000 درهم، 900 ديال الاورو، هي 180000 ريال اونسومبل اللي غزال الرادكو دلويد. مرحبا اختي، انا غنوريك اختي صالحه بس غنسالي غير نوريك الرادكو دلويد. هذا 9000 درهم، 900 ديال الاورو، 180000 ريال. هادو البنات كلهم راه ناقصه فيهم هاد لي زونسومبل اللي نوريكم، وكاع السلعه اللي غندوز لكم لي زارتيكل ديال اليوم راه ناقصه فيهم 10%، ما يقارب هاد لونسومبل تقريبا راه ناقصه فيه 500 درهم البنات. هذا راه هذا كان كيدير 9500 درهم، وراك عرفت هاد لونسومبل شي حاجه صحيحه، شي حاجه عامليه للدوام. حلقات بوحدهم شحال الله يحفظك اختي، حلقات بوحدهم واخا نعطيك حلقات بوحدهم. هذاك عبرو هذاك ماشي مشكل، غير حيدو السلسله. حلقات ديال الفيس اللي بغات حلقات ديال الفيس، حلقه ديال فيزا اختي كيطيحوا ب 1800 درهم. يلا اللي بغات شي حاجه تخليها لي في كومونتير وتعطيني البارطاج ونوريها لاختي ان شاء الله. يلا البنات عاونونا شي بارطاج، كي كنقولوا البارطاج راه فضلا وليس امرا، كتعاونونا بالبارطاج باش كلشي يستافد من هذا اللايف والميزه ديال اليوم. حلقات هما اختي 1800 درهم ديال فيس مدوبلين، شي حاجه ثقيله. ها هو اونسومبل ب 9000 درهم، 180000 ريال، 900 ديال الاورو. يلا اللي عجبو يسكرينيه ويصيفطوا لي في الواتساب، نمره الواتساب ديجا مبانكليه لتحت. البنات اللي كيسولوني على الميزات، اللي كيسولوني على الميزات راه ما كنتعطل عليكم الا وانا جايبكم عدد كبير من الميزات بثمن جد مناسب. والميزات ديالنا اللي خداهم راه كيعرفوا الميزات كيفاش كيكونوا جدادين، والميزات البنات راه كيتباعوا دغيا. راه الا داز نهار يومين ثلاث ايام كاع الماكسيموم راه كيتباعوا. هذا المهم نرجعوا لهذا 9000 درهم، ثلاثه البراسيات ديال الفيس شحال الثمن ديالهم؟ ثلاثه البراسيات ديال الفيس اختي عندي شي حاجه غليظه، ها هو الا بغيتي ثلاثه البراسيات ديال الفيس راه غلاظ هانتي، داري لهم بثمن جد مناسب، داري لهم ب 10800 درهم، 10800 درهم هي 1080 الاورو. نعم قياس ديالهم مسا، هادو كيطيحوا ب 10800 درهم. الجوده والتعامل سي زكريا هشام، شكرا خويا على هاد الكومونتير. لاختيك البراسلي شحال؟ البراسلي اختي بوحدو غيكون داير 3700 درهم ديال الفيز. هادو الثلاثه البراسليات ديال الفيز هذا غليظ شويه على هذا،
ها نتوما هاد الثلاثه كيديروا ب 10800 درهم مليون و 16000 ريال. القياس ديالهم هما 6 هم دوبلين كيف كنقول لكم للداخل. اللي بغى جوج راه ممكن يبيعوا له جوج. خويا الرادكو راه اصلا ب 420 درهم، جديد والقديم ب 400 درهم. لا اختي القديم ب 400 درهم والجديد ب 430 درهم، غورميت ب 430 درهم اختي، راه غير نقصنا له شي شويه 420. غورميت راه فيه وفيه اختي، بلا ما ندخلوا في هاد التفاصيل راه هادشي فيه بزاف. تدوز عندي الواتساب ونشرح لك. ها هو هذا 9000 درهم لونسومبل ديال الفيس، 180000 ريال. نحيد لكم هذا اللي عجبو لي سكريني ويدوز عندي الواتساب، نوريكم واحد لونسومبل عاوتاني اللي خطير البنات. ها هو جاي فيه جوج الموديل في موديل واحد. هذا موديل اللي جديد مازال ما باينش في السوق كثير. الناس اللي كتبغي الحاجه اللي اللي لابساهاش الناس كثار، اللي ما بغاتش الكثره، بغات شي حاجه سبيسيال تلبسها هي. ها هو اونسومبل فن. بالنسبه للبنات السلسله راه ممكن تشونجيها، كتبقى السلسله في اختيار. شوف على اونسومبل شحال غزال، داير ب 9500 درهم. هذا اونسومبل ب 950 الاورو، 190000 ريال. شي تعليقات ديال لويز. خويا عبد الرحمن، خويا لويزا تعليقه ما عنديش حاليا ولكن كنصوبهم سير كوموند. بغيتي هادوز عندي الواتساب خويا عبد الرحمن ونخدمها لك، راك عارف اللي كاين. بالنسبه للويز راه كاين، اللي بغى لويز راه حاليا داير 1750 درهم. لويز ديال القديم ال 21 كاره 1750 درهم، هي 35000 ريال لويز. والخدمه كتبقى اختيارك انت وكيفاش بغيتي تخدمها. ها هذا داير 9500 درهم وهي 950 الاورو بلا حلقات شحال. اختي فاطمه الزهراء، عندنا هذا الواتساب ديجا بانجليه تحت، دوزي عندي الواتساب ونعبروا لك اختي ان شاء الله، نعبر لك هذا لونسومبل بلا حلقات. بارطاجي، شكرا البنات، رشكم شويه ناعسين شويه في البارطاج، بارطاجيو معنا ومرحبا بكم. كيف كنقول لكم احنا راه مجوهرات غزه عند زكريا ومرحبا بالجميع. كنقول لكم اللي عنده يشري واللي ما عندوش يشري، الثمن جد مناسب. هذا 9500 درهم 190000 ريال 950 الاورو. السلام خير، الله يعاونك. شكرا اختي خديجه على اختك، تبارك الله اختي نوره، شكرا بزاف. يلا البنات خليو لي شوف لي كومونتير، نشوف شكون المساند الاول اللي كيساندوا اللايف ديالنا، شمن مدينه كتفرجوا في اللايف. يلا قولوا لنا المدينه اللي كتعاوننا ديما وكتشاهد معنا اللايف اول وهما الاولى، شكون. يلا هذا 9500 درهم 190000 ريال اونسومبل غزال ما شاء الله. البراسلي نعطيكم العبار ديال البراسلي، البراسلي العبار ديالو غادي يكون كنظن 6، اه 6 العبار. هانتوما البراسلي 6 سنتيم. البنت اللي بغات الكورمي ديال الويت راه ما نسيتكش اختي، مرحبا. اللي بغيتها البنات غير جوج بياسات من هاد لونسومبل راه نبيعهم لك، راه ما كاينش الاشكال. مدينه الجديده اخويا عبد الرحمن، مرحبا بكم، مرحبا بالناس الجديده ومرحبا بالناس من طنجه للقويره. وزن، مرحبا بناس الشمال. عصير الصابون شحال اختي؟ عصير الصابون حاليا حاسبين له 400، هذا اللي بقى لنا واحد منه حاسبين له 420 درهم. الدق القديمه اختي شي حاجه فنا، نحاول نعطيك الجرامات ديالو. راه اللي بغات شي حاجه غنوريها لها في اللايف، غير سمحوا لي. جينوفا ايطاليا، مرحبا اختي بناس طاليان. عبر لي هذا بعدا، شحال فيه من جرام؟ 26.6. هذا البنات فيه 26 غرام فاصلة 6، غادي 27 تقريبا، 26 غرام فاصلة 6 غضربها في 420 درهم للغرام غيعطيك الثمن ديالو. القنيطرة، مرحبا بناس قنيطرة وناس مراكش. 26.6. السعيدية، مرحبا ناس الشرق. هذا كيطيح البنات ب 11170 درهم، سوم 420 درهم للغرام. انا غنعطيكم القياسات ديالو، هذا بقى لي منه واحد فيه ما يقارب 6.9. ها انتوما كتشوفوا بعينيكم 6.9 ها بالمسطره. اللي ما عندوش العبار ديال يدي يشري، علم عليها يشري غير مسطره بدرهم ويجد العبار هكا من شريطه حتى لاش 6.9. هذا ها هو داير 420 درهم للغرام، فيه 26 غرام فاصله 6. ها انتوما 26 غرام فاصله 6 راه كطيح ب 11170 درهم. شوف على دق فيه قديم شي حاجه فنه. مدينة أبي الجاد، شكرا أختي، مرحبا بالناس أبي الجاد ميدلت، السلام مرحبا بكم. راه كنحاول نقرا كاع لي كومونتير البنات، اللي ما قريتش الكومونتير ديالو يسمح ليا. أختي سعيدة مرحبا، إيطاليا مرحبا أختي دعاء. ها نتوما عصير الصابون اللي بغى الوالدة ديالو يفرحها في هاد العواشر ديال رمضان، ها هو بقى منه واحد كيطيح ب 11170 درهم، سوم 420 درهم للغرام، فيه 26 غرام فاصلة 6. فرنسا مرحبا، ما تنساش خويا زكريا خاتم الجاكوار، ما نساكش اختي مرحبا. انا غنشوف لك ان شاء الله، شفتو اونسومبل هذا؟ يلا
عندي عاوتاني هذا البنات، عندي هذا البراسلي هذا ها هو اللي جاي بمشرابي وبالفيس شي حاجه واعره. هذا بلاص غتشري ثلاثه البراسليات وغتلبسهم، غتلبس واحد بلاص غتخلط الفيس والفانكليف مشرابي ولا الموديل دابا اللي دايرين طوندونس المغرب دابا غتلبس واحد، غتلبس واحد مجموع فيه كلشي. خصني ندير لكم الصراحه الله شي لايف نجيب البنت باش تصور لكم فيديوها كيفاش كيجي ملبوس. هذا كيطيح ب 6800 درهم فيس صغير. كاينه اختي نوره غزال تبارك الله شكرا، ها هو هذا غزال بالفيس غليظ ومشرابي القياس خلاص مزيان، القياس فيه زوين، قياس غيكون قياس 5.9 هانتوما كي كتشوفوا 5.9 كيجي مدوبل شي حاجه الصح والعمل ديال الدوام. كيطيح ب 6800 درهم 136000 ريال 680 الاورو. اليوم راه ما نسيناش الناس الاورو الناس الريال، باش ما كيقول لك راه ما كتقول غير بالدرهم، ها حنا نقول لكم كل شيء. هانتوما 6800 درهم هذا البراسلي اللي غزال فيه في القياس 5.9. يلا البنات عاونونا شويه بالبارطاج على الاقل وصلوها ل 100 بعدا، ما معودينش على هذا العدد هذا ولكن الله غالب كنغبروا عليكم شي شويه حنا كنتعطلوا شويه في اللايف ديالنا، ولكن راه كنجيبوا لكم ميزات في القديم بحال اليوم اللي جبنا لكم ميزات في القديم اللي غزاله، جبنا لكم المستعمل، جبنا لكم موديلات اللي ناقصين فيهم 10%. ها هو 6800 درهم. وعندي هذا، عندي عاوتاني هذا على شكل بالمسمار مع الفيس، هذا البنات ب 6500 درهم 130000 ريال 650 الاورو. السلام خي زكريا ما تنسانيش في السلسله عافاك. مرحبا اختي ام اميره فكرانيش من السلسله قلتي لي مرحبا ما ننساكش. واش الحضور اختي؟ هذا هو هذا 6500 درهم، هذا ناقص على الاول ب 300 درهم، ماشي شي فرق كبير وفي الشكل راه كيبان نشوفه وحده. ها 650 الاورو 130000 ريال ما شاء الله على يتقناش. شكرا اختي لاله اختيك الحمد لله. العائلة تقناش معروفة اختي في ازرو في المغرب كامل، دابا ما كاينش اللي ما تعامل معنا، تعامل مع خويا، تعامل مع ولاد عمي، مرحبا بكم جميعا. وان شاء الله هاد الايامات غادي تحل واحد القناة جديدة عاوتاني ديال الاب ديالي، غيبقى يدير الاخ حتى هو لي لايف، عنده موديلات اللي بلدين 100%. هذا 6800 درهم البنات، هانتوما باش نعطيكم بالمسطرة، هذا 6800، هذا 6500 درهم، هذا 136000 ريال، وهذا 130000 ريال. ونزيدك الا بغيتي واحد الحاجه تزيدها تجي غزاله، بغيتي هذا حتى بالخاتم ديالو، ها هو الخاتم اليوم حصريا عند مجوهرات غزه عند زكريا، جبنا لكم حتى الخاتم ديالو ما تنساليش في شريط. لا مرحبا اختي بشرى ما تنساكش، ها هو خويتم ديالو هذا الا بغيتي حتى بالخاتم، ها هو راه جي مع خاتم غزال، ولكن انا غنعطيكم البخيته ديال الخاتم. وزلي الخاتم شحال داير؟ المهم البراسلي ديال 6500 درهم 130000 ريال، القياس ديالو 5.8 نتوما 5.8 في القياس 130000 ريال. عوض ما تشري ثلاثه البراسلات كتشري براسلي واحد. اختي نعيمه السلام ومرحبا بك. عندي الخاتم بوحدو 3300 درهم، مي الا بغيتيهم بجوج راه غيكون عندك واحد التخفيض، كناخذوا واحد البركه في حاجه وحده. ها نتوما اونسومبل غزال، ها ثمن ثلاثه الخواتم في خاتم واحد، ثلاثه ثمن ثلاثه البراسلات براسلي واحد، ثمن خاتم الفروجه اختي في يدها، وخاتم الفروجه اختي على حساب، على حساب الخدمه ديالك، راه كيبداو من 3300 درهم حتى 4500 درهم على حساب الخدمه الديزاين اللي بغيتي له انت اختي. ها انتم الخاتم ديال 3300 درهم انتم خاتم غزال شي حاجه واعره في اللبسه، شوف كيجي في اللبسه فن عصري 100%. والبراسلي كيدير 6500 درهم، مي قلت لكم بغيتيهم بجوج عندكم واحد التخفيض فيهم ما غاديش يبقاو. حال دابا نقول لكم البراس الخاتم 3300 براسلي 6500 درهم، يعني جاتهم 9800 درهم كنقصوا لك 200 درهم تقريبا، كيجوك ب 9600 درهم، هادو بجوج ب 9600 درهم. ما كاينش الهميزات في القديم اختي نعيمه، الهميزات ما كتش مجوهرات غزه عند زكريا ما كتجي حتى كتجي معها الهميزات في القديم وبثمن جد مناسب وشي حاجه نقيه. السلام عليكم خويا تبارك الله عليك. اختي همسات لا اختك شكرا بزاف. يلا البنات واش فتي بزاف؟ لا اختي عاد بدينا اللايف ان شاء الله، غير عاونونا شويه بالبارطاج وسمحوا لي على الوقت، راه قلت لكم 9 قلا ربع قلا ربع وبديت شويه اللايف بكري حيت وحشناكم وبغينا نطولوا معكم شويه هذا اللايف هذا ونمتعوكم بالثمن المناسب والجوده العاليه. ها انتم شفتوا هادو نحيدوهم لكم، عندي عاوتاني نوريكم بعدا هادو، عندي هادو هذا دم ليجو الخاتم ديالو عاوتاني البنات، حاولت اليوم نبدل لكم اللايف نجيبو مختلف شي شويه على اللايف الاخرين. هذا دم ليجو الخاتم ديالو بواحد الثمن جد مناسب، يعطوني في لي كومونتير بعدا قرا واحد ثلاثه ديال لي كومونتير شحال يكون هاد دم ليج مع الخاتم ديالو. ها انتم شحال تقدر
يكون هذا الدمليج مع الخاتم ديالو اللي جاب الثمن ديالو وكان باغي يشري عند مجاورة عزة عند زكريا شي حاجه غنقصوا له الا جاب الجواب صحيح. هذا الدمليج والخاتم ديالو مضوبلين بجوج شي حاجه الصح والعمل تقدر تلبسهم انت تقدر تاخذهم للوالده ديالك. مرحبا بك انت عطوني الثمن حتى انا توحشناك. شكرا اختي خديجه توحشك الخير والربح. عطوني الثمن ديال هذا الدمليج والخاتم ديالو بثمن فيه جد مناسب. هانتوما بالنسبه للدوره ديال الدمليج البنات ها بقى منو واحد فيه 6 ونص فيه 6 ونص بقى منو واحد كان عندي شتا 3 ديال 3 بقى واحد ما انا فوت 350 درهم. برافو عليك السي عبد الرحمن برافو عليك. اول كومونتير غادي نقراه جابها قد قد برافو خويا عبد الرحمن الثمن جبتيه مضبوط. الدمليج والخاتم ديالو خويا عبد الرحمن ب 4350 درهم الثمن جد مناسبه. شوف الدمليج من دوبل داير ب 7000 يا ربي 4350 درهم 435 الاورو. راه اول كومونتير ديال خويا عبد الرحمن من مدينه الجديده كليان ديالنا الله يعمرها دار هو اللي جاب البخي ديالو 4350 درهم 435 الاورو 87000 ريال. هاد الجوج هاد الجوج هادو ب 87000 ريال. هادو ب 87000 ريال 4350 درهم. يلا اللي بغاهم يسكرينهم يدوز عندي الواتساب ومرحبا حيدو لكم هاد بعد ثاني. عندي هادو هاد الموديل الخطير البنات اللي كتسولوني عليه بزاف في لي كومونتير ها هو جبت لكم اليوم شي حاجه واعره براسلي والخاتم ديالو بثمن جد مناسب ما بقاش 7000 درهم وبقى 7500 درهم. هادو بجوج البنات غير ب 6500 درهم 130000 ريال 650 الاورو. ها انتو جوج الموديلات ها جلوي ومع الفيس بلاصت غدير جوج غدير وحده واحد كيجي غزال. هانتو يلا كنتمنوا تعاونونا شويه بالبارطاج البنات كيف ديما كيف معودين عليكم كتعاونونا بالبارطاج وحنا ما كننساوكمش بالجديد وبالثمن المناسب. هادو بجوج ب 6500 درهم 130000 ريال 650 الاورو. وان شاء الله كي كنوعدكم في رمضان بحال داك العام الناس اللي الكليان ديالنا قدام رمضان غيكونوا لي لايف اللي تقريبا نهار او نهار لا. ها انتما هادو بجوج ب 6500 درهم 130000 ريال. البيسه غزاله فيهم الخاتم شي حاجه وازنه وصحيحينها ماشي ها انتما شي حاجه مضوبله صحيحه. هادو ب 130000 ريال خويا شحال تشري الرادكو اختي الرادكو خصني نشوف دوزي عندي الواتساب وصوري لي اختي ونقول لك شحال نعطيك الثمن ديالو. بالنسبه للجديده اختي اليوم حاسب له 420 درهم الرادكو. هادو البنات ب 6500 درهم 650 الاورو 130000 ريال. الخاتم بوحدو شحال اختي الخاتم بوحدو داك البلدي داك الخاتم اختي البلدي كنت كنبيعو ب 1600 درهم اليوم ب 1450 درهم اليوم غير ب 29000 ريال. هذا الخاتم البلدي اللي سولتيني عليه ب 29000 ريال مضوبل صحيح داب الاحمر. غير اللي بغات شي حاجه تخليها في الكومونتير راه ما غننساكمش ان شاء الله كلشي غنوريه لكم. غير اللي كنقرا الكومونتير ديالو راه كنوريه. مازال غير واحد البنت سولتني على سلسله الحضور ومازال شي وحده سولتني على واحد شي حاجه راه في بالي خاتم الجاكوار. هادو 6500 درهم 650 درهم دمليج مع الخاتم شحال فيهم من غرام اختي دوزي عندي الواتساب ونقول لك شحال فيهم غرام ما عبروش صراحه الله بجوج شحال فيهم من غرام كتبنا غير لو بخي ديالهم. دوزي عندي اختي على راسي وعيني نقول لك شحال فيهم غرام ما كاينش اشكال. الحاجه البلديه مرحبا الحاجه اللي روميه اللي كتكون شويه ما كتتباعش بالغرام حيت الكرام ديالها كيكون زايد هي على البلدي داكشي باش ما كتتباعش بالغرام حيت كتبع الخدمه والموديل والزواقه. هذا ب 6500 درهم 650 اورو. السلام اختي سكيا مرحبا بك اختي. واخيرا عندي هذا الغزال الكلو حبوب الجماهير هذا هاو هذا اونس براسلي اللي غزال. هذا الكلو مختلف على الكلو الاخرين ما كيتحلش من الجنب هذا كيتحل من الوسط هكا وكيجي مجموع على يديك اي زعما تقريبا اللي درت كاع ستوندار كيجي فيهم كيجي مجموع انت والقياس اللي بغيتي. هادو بجوج البنات كيديروا ب 6000 درهم 120000 ريال. وما نساوش ان هاد البراسلي بحال لي كوغميت فيه خميسه من اليمين لتحت كتجي غزاله في اللبسه وشي حاجه صحيحه راه ما خاويش.